أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. شو يعني ما قلتيني؟ مرتبطة سنجل؟ 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 يسعد دينك. أنا بابا عنده فيلا كبيرة كتير. إيه؟ فيلا كبيرة كتير بس برات البلد. أنا هدول أصلاً مارون عيلتي، أنا عيلتي عيلة زناجيل كتير، بس أنا هدول بجي كل فترة بطلع عليهم وبروح بس. أنا عندي رانج روفر. ميت مرة قلت لك لا تدخلي لعندي وأنت مشغلة أغاني. لحظة شوي. هالغنية ما هي غريبة علي. وعي كل باري. شاب بالشهر اليوم. أنت عطول مثل أطرش بالزفة، أنا عطول لازم أذكرك. قولي على المصيبة هي. ولك أنا أصلاً ما معي غير هاي الميت ديرة. ولك إيش عيد الأم؟ لك أنا بس بدي أفهم، عيد الأم كم مرة بعدي بالسنة؟ صار عدت 3 مرات. ولك حشرة؟ هاي الميت ديرة مو مصاري الجمعية اللي قالت لك أمي روح وصلها لخالتي؟ لهلا ما وصلت لها إياها؟ بتعرف إذا أمي بتدرى؟ رح تشنقك. احمدي ربك ما وديته، لو مدية هلا كان ما معي ولا ليرة. بس منيح هالميت ديرة يعني ما قدر منجيب فيها شيء. على أساس أنت كثير معك مصاري يعني شو قد معك أنت؟ 100 ديرة؟ يا غبي، أنا معي 2000 ليرة، عاملة حسابي ومصمدة مو مثلك. وانت معك مجهودة؟ شو قد وصل من مصاري بمطمورتك؟ معي بمطمورة 400 ليرة وخالتي عطتني أمس 50 والبابا الصبح عطاني كمان 50 ليرة صاروا 500 ليرة. يعني أنا قطعت غبي فيكم هلا بدكم نسيان الموضوع كلياته. شو بدي أعمل؟ والله أمي إذا بتدرى هتبرك تزل فيني لعيد الأم الجاي، لعيد الأم الجاي حتى تزل فيني. ما في غيره، ما في غيره حلال المشاكل يلي أنا بلجأ له بكل أزمة، البنك المركزي. بابا يا عمري ان شاء الله يكون رايق بس. بابا 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 الغالي على قلبي، قدوتي في الحياة، شريكي في التفاهم، يلي بينصحني على طول، سيد الجمال، جستن بيبر العرب. اللهم صل على النبي على الجمال اللي عندك بابا، ولا شرطة العيون اللي عندك، اسمح لي اتغزل فيك كرمال الله. لا تعذب حالك، لا تعذب حالك، قول ايش بدك بسرعة وامشي، شوفت عينك مخربط بالحسابات والدفتر عم باكله بسناني. الله يسامحك بس، أنا الحق علي جاي أنقذك من مصيبة رح تطب فوق راسك. أنت أكيد دسان عيد الأم مثل كل سنة. نعم؟ شو؟ لا، ما بصير إجا مروة، قصدي ليش إجا مروة؟ مو إجا بكير إجا شو بالشهر اليوم ليش؟ لك إيه والله صح، يوم 21 بالشهر. شايف؟ شايف مين مشغول باله عليك وآكل همك؟ أكيد كنت رح تنسى وتعرض نفسك للمساءلة القانونية. يا سيدي أنت ابن حلال وكمل جميلك معي ومسوق، شوفت عينك مخربط بالحسابات أكثر من 15 حساب ما عم بزبطوا معي وبدي آكل الدفتر بسناني. بتنزل هلا أنت مسوق، هي 2000 ليرة، هي 2000 ليرة بتنزل بتجيبها لأمك هدية ومحترمة وبتدفى لفة كويسة وبتحطها جنب الباب بتقلي أنا بدخل لها إياها. سوق جد؟ 2000 ليرة؟ قولي على هالمصيبة. مصيبة؟ ولا المو والله كنت عم بقول هيك كمان. مسوك يا سيدي، وهي كمان في معي هون 200 دولار بسوونا على التركي تقريبا شيء 2600 ليره، بتروح على البنك اللي براس الشارع بتصرفهم كمان وبتحطهم فوقهم وبتجيب لامك هديه محترمه بتلفها لفه كويسه وبتحطها جنب الباب انا بدخل لها اياها. مسوك صاروا تقريبا على شيء 4600. انا ايش بدي اجيب انا؟ قولي بابا بدي اطلب منك طلب صغير هيك كثير صغير. إذا قلنا الشهر الماضي كان الحساب هيك، الحساب هون ليش ما عم بزبط؟ اظبط هيك يعني إذا بتعطيني منك شغلة 1000 ليرة بس برجع لك إياها بأقرب وقت. ولك ليش ما عم بزبط الحساب؟ ليش؟ ليش؟ قولي يا الله على هالمصيبة طبت فوق راسي هاي. كلهم معهم مصاري يجيبوا هدايا هلا أنا. شلون نسيت القصة؟ شلون نسيتها أنا؟ لك بعتني أجيب له الهدية أنا. أجيب له الهدية أنا. الله أنا برنس برنس أنا. خدوج خدوج ايش قررتي بعدين؟ بدك تروحي تحضري عيد ميلاد رفيقتك ولا بدك تاخذي مجهوده وتروحي تشتري هديه عيد الام؟ وعيفني بحالي ها من غير شيء، محتاره كثير ماني عارفه ايش بدي اعمل. خلاص لا تزعلي انا بحلل لك اياها. ابوكي هيك هيك عطاني مصاري مشان اروح اجيب لها هديه لامك، اذا بدك انت كمان هاتي المصروات بجيب لك هديه لك كمان وبعطيك اياها انت تعطيها اياها. عن جد؟ والله ما بنسى لك المعروف طاول. مسوك مسوك هي كرت المحل مكتوب عليه العنوان فوق بالسوق وهي المصاري. في عندهم بالمحل علبه مكياج كبيره فيها كل الالوان، هلا هي غاليه شوي بجوز تنكسر على شغله 100 ليرة. كمل لي يوم منك وانا بس اخذ من ابوي بظبط لك وضعك. مسوك ايش يعني ما بدك تاخذيني اروح اجيب ساعه لامي؟ اذا ما بدك تاخذيني ما بدي اخذني لك. خلاص مجهودي لا تزعل انت كمان، هات بساطتك بجيب لك هديه معي انا كمان. طب تكرم عينكم ولا اول شغله انا روح قلبي اخدمكم. هات Thank you.
ولك وينو هاد تأخر كل هاد؟ ليه كل محل براس الشارع؟ إلا تأخر كتير، عن جد تأخر كتير. وين أمي وين؟ قولك ليش تأخر كل هاد؟ أنا مو تأخر هاتأخر. وين هدتي؟ وين لعبة مكياج؟ لك إيه شو بكون؟ رح تاكلوه طولوا بالكون. بصوت مجودة أنت هاد الأحمر لك. يس. وانتي أم قرش هذا لك وهذا لك بابا. هاد لهم. فرجيني لشوف. إلى لك. شكرت إيدي. وينك أم عبادة؟ أم عبادة؟ أميشكو؟ يا ست الحبايب؟ تعي خلصينا. قولك أمي تعي تركي كل شي من إيدك تعي في شي مهم كتير. قولك يا جيت 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 شو بكم بتضربوا عم تعيطوا؟ تفضلي أمي كل سنة وأنتي سلمة أحلى أم بالعالم كله. هاي هاي هديتي أنا بس لحالي. ها يا حبيب قلبي يا مجودين كل سنة وأنتي أحلى أم بالعالم كلياتو. أمي هي علبة مكياج من أغلى علبة بالسوق كلياتو وفيها كل الألوان وإن شاء الله تعجبك. تفضلي. إيه والله أغلى وحدة هي كتير تعبت خدوش ضغط مرقتها ثلاث أيام عم تفتح بالسوق على إجها حتى لقتها صح؟ وغلاوتك عندي أمي زعقتها لرفيقتي وما رحت على عيد ميلادها كرمال أنزل وأدور لك بكل المحلات لحتى ألاقي لك أحلى هدية لأحلى ماما بالعالم كلياتو. طبعاً طبعاً ليش احنا في عنا اغلى منك يا ست الكل؟ بتصدقي انا كان في عندي حسابات كتيره وحسابات داخله في قلب بعضها ومستحيل اتركها. تركتك رمالك بس تركتك رمالك ونزلت على السوق ادور لك على هديه وانا على الطريق طفت معي السياره خربت بنشر الدولاب وقفت بنص الشارع قطعت السير وبلشت مشاكل. بابا بابا حاج اوفرت زياده يعني حاج مبالغه راح تنكشف القصه. ست بوزك انت ليش احنا في عنا اغلى من هالعسل لازم ننزل ونفتن ونتعذب وندور لحتى نجيب هديه تفيق بالمقام. خد على خرط هاي الهديه حقها مني بس عبيده جاب لي اياها. لا 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 عبيده عبيده ما هو جاب لي اياها انا جبتها وخدوش ما راح تحط عيد ميلاد رفيقتا. لا احنا 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 رحنا ولك مجودة روحي عذبت حالك انت انت كمان بدك تجيب شو هاي شو هاي؟ ساعة؟ ساعة ساعة حلوة حلوة كويسة يسلموا. يا عبادة يا غبي قلت لك ساعة ايد هي شو بتلبسها دارية براسها؟ يا عبادة يا غبي نشوف بقى ذوق خدوج. شو هدول خدوج؟ وين الالوان واللي قلتي لي عليهم انت وقطعه كبيره وينها؟ امي والله هي اغلى علبه بالسوق كلياته هي ماركه لانه الماركات بيجوا غاليات كثير. يا حيوان يا عباده. على كل الاحوال استموا يلا متوا بعض وانت بخير بس هلا اكيد اكيد هديت ابو عباده راح تكون متسمه كتير. طبعا انا صارف ومتكلف والله حطيت حق احشت الحوش كلياته يا ابو عباده تفضلي كل سنه وانت طول العمر معي احلى معبوش بالعالم كلياته تفضلي. الله يا ابو عباده تقيله شكلها متسمه والله. شو هاي؟ جايب بلاي ستيشن انت يعني؟ وصلات دش دش وانا ايش عرفني اسالي الارو قصدي ابادو ايش وين؟ الله 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 عن جد ابوي قمه في العبقره قمه في الذكاء تفكير انا وياك كثير قريب على بعض جاب لك دش ليش يا ترى؟ لانه عرف انا هديتي اشو لحظه شوي أمي لأنه عارف أنا بدي أجيب لك شاشة فراح جيب لك دش هي هديتي لك وهي الشاشة كان بدك تجيبي منها وتحطيها بغرفتك النوم هلا بدك تفرجي على مسلسلات على كيفي كل سنة وأنتي سالمة يا عمري. يا حبيب قلبي يا عبادة وأخيرا حدا طلع مزويق وأبوي
وابوي كمان متكلف ورايح جايب لك اغلى دش، وعلى ما اظن يمكن كمان فيه العاب، وعزب حاله وترك شغله. يلا كل سنه وانتم سالمين كلياتكم، كل سنه وانتم سالمين مين، لانه انا بدي انزل شوي مع رفقاتي عم يستنوني تحت. انه انا بجوز اتاخر ساعتين، وبجوز التاتي، وبجوز ما ارجع طاول. وليك حيوان.